يا موني يا حبيبتي، انت بتخسري جوزك وانت الوحيده اللي تقدري ترجعيه تاني. استهدي بالله واسمعي الكلمتين اللي هقولهم لك. الرجاله في السن ده ما بيهمهمش الفلوس، يعني اللي ابنك هيعمله ولا هيفرق معاه. في السن ده بيبقوا كرهوا المسؤوليه، عايزين يرتاحوا ويتدلعوا ويتهنوا ويسمعوا كلام حلو، مش زعيق وخناق. العبيها صح بقى. أنا لا هلعب ولا هخطط. عشان مين؟ عشان واحد ما تمرتش فيه وقفتش معاه السنين دي كلها ولا استاهل. خلاص يا موني اتطلقي يا حبيبتي، عكيها أكتر ما هي معكوكة. مش شايفة الخراب المستعجل اللي بنتك وابنك فيه؟ عايزة تطلقي، أنت حرة تطلقي. إيه ده؟ طمني، كلمتي يارا؟ آه، وقلت لها إن مامتها هنا. أنت ما بترديش عليها ليه؟ بتحاول تكلمك. بس يا خالد انا مش طايقه ارد على حد. خلاص سيب خالتك في اللي هي فيه دلوقتي. طب انت عرفتي ان القضيه اتحفظت؟ لا والله، الف حمد وشكر بجد. يعني انت وهي براءه الحمد لله على الورق. اه بس البراءه الحقيقيه هتحصل لما اخد حقي من اللي اسمه يوسف ده. قسما بالله لا دفعه تعويض يبيعه اللي وراه واللي قدام. هو انا قلت لك ان النيابه هتبعت لك؟ تبعت لي عشان مكانة الدكتور اللي معاكي. ماله الدكتور؟ هي مش النيابة أصلا حفظت القضية؟ مين قالك؟ سارة. فعلا، بس أنا طلبت من المحامي يقدم بلاغ جديد ويطلب شهادة الدكتور ده. أوه. طب يعني أنت هتفتكر الدكتور هيوافق على حاجة زي دي؟ هدفع له اللي هو عايزه. لا، هي مش مسألة فلوس خالص يا يوسف، بس أنت كده بتضرب الراجل ده في مقتل، وبعدين ده كده هيتشطب من النقابه خالص. وانا قلت لك انه سافر بره صح، وقفل عيادته وراح كندا. طيب اديني رقم تليفونه وانا هتصرف. هتتصرف ازاي يعني؟ مفيش دعوه، انا هتصرف. بدل ما تروح النيابه وتخش في سين وجيم وياخدوا تليفونك ويجيبوه عن طريق النقابه. هو متقيد في النقابه؟ يعني دكتور، يعني اكيد طبعا متقيد في النقابه يعني. وبعدين انا على فكره كلمته قدام ساره، هي مش ساره قالت لك؟ حبيبتي انا مصدقك. هو انت عمرك كذبتي عليا؟ انت مالك كده متلخبطه ومش على بعضك خالص؟ مفيش اي حاجه. لو في لازم تقولي لي عشان الحق الم من وراكي. اصلا يعني مفيش حاجه تلمها ورايا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متاكده؟ لو في حاجة لازم تقوليني. أنا وأنت دلوقتي في مركب واحد، يعني لو كلامنا ما طلعش مظبوط هيبقى شكلنا زي الزفت. بعدين ممكن تروحي السجن لو المكالمة دي طلعت متفبركة. لازم تقوليلي عشان أخلي المحامي يسحب البلاغ بسرعة. طب يعني أنا أصلاً يعني بقول كفاية عليها كده، يعني حرام اللي حصل لها. كفاية خلاص بقى، وكده كده سمعتها بقت في الطين في الأرض يعني. خلاص، وبعدين إحنا لازم نفكر في نفسينا. خلاص، عشان عشان ايه؟ علشان انا حامل.